نبدأ على طول بالبلاي ستيشن بتاع السامبا يا عم. انستول، هنستول السامبا سيرفر اسمه سامبا، وهنستول السامبا كلاينت تولز. سامبا داش كلاينت، ماشي يا سيدي، اعمل انستول اهو. ماشي كده. تعالى بقى كده ايه، نخش ملف الكونفجريشن في اتش اي تي سي سامبا. عندك اس ام بي دوت كونف، ملف الكونفجريشن الرئيسي بتاع السامبا. تعالى يا سيدي نبص على الملف ده. كل ده كومنتد بقول لك ازاي تستخدمها مع السي لينوكس، لسه بس لينوكس ما جاش. ده الجلوبال سيكشن، نبدا بالجلوبال سيكشن. اتقسم برضه الملف ده لسيكشنز. تعالى نبدا الجلوبال سيكشن كده. اول حاجه عندك هبدا بالورك جروب. هرجع الملف الاصلي، يعني الملف ده انا كنت معدله قبل كده، اعمل سيرفر كده كنت عامله سلاش اي سي سامبا اس بي دوت كونف سلاش اي سي سامبا اس بي دوت كونف دوت باك، وهرجع الملف الاصلي. اجي افتح الملف ده الورك جروب، هيبدا هنبدا كده بالايه؟ بالجروب سيكشن اهو. هبدا بالورك جروب، سميها اسم الورك جروب اللي انت عايزها اللي يعجبك عشان تكون في الورك بتاع ويندوز. الورك جروب بتاع ويندوز اسمها برضو ايه؟ ورك جروب. اسمها بتاع ويندوز برضه كابيتال. السيرفر سترينج داش في، ده بيديك الفيرجن بتاع السامبا. طبعا ده مش سكيورتي خالص، لازم انت ما تعرفش اي حد الفيرجن بتاع السامبا عندك هي ايه. فانا ممكن اقول له ده يا سي ده لينوكس فايل سيرفر، تمام. ده السيرفر سترينج اللي هو اسم السيرفر بتاعك، الكومنت اسمه اللي يظهر عندك، ماشي. والنيت بايوس نيم هيظهر في قلب النيت بايوس نيم بالنسبه للويندوز، هتسميه ايه؟ اجهزه الويندوز هتشوفه باسم ايه؟ ده الاسم اللي هيظهر للناس كلها المفروض طبيعي، بس الاسم ده ممكن يظهر لاجهزه لينكس. نيت بايوس ده الويندوز، يعني ايوه ده هيبقى كومنت بقى بالظبط. الاسم ده هيبقى كومنت له الاولانيه، والثانيه ده اللي هيبقى ظاهر لاجهزه ويندوز، ماشي. انترفيس، انا ممكن اسمح بالسامبا ان هو يلسم على ايه؟ على اسر، على كارد اسر نيت معين. يعني انا اجي هنا كده واقول له اسمح يا عم لللوب باك والاسر نيت زيرو بس. انا هسمح لمين بقى بالظبط؟ لانهي شبكات؟ هقول له لو انا عايز اقول له 127.0.1 او 127 اي حاجه، اقول له 127 دوت واسيبها فاضيه. طب لو عايز اسمح ل 192.168 0 0 24 ممكن اقول له كده 192.168 دوت 0 كده دوت اي حاجه. يبقى مثلا الرينج كله، الرينج كله دوت كده خلاص، يبقى اي حاجه مش كده. اللوجنج ده مع اللوج اللي هيحطه في قلب ايه؟ ده هيحط اللوج بتاعه في قلب سلاش فار لوج سامبا 100% ام 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 اللي هي ايه؟ الهوست نيم. الهوست نيم اللي هيلوج، اللي هو بيكونكتك عشان يجيب حاجه، عشان يجيب منك حاجه خلاص. يعني فكل اي باشا يدخل عليها يبقى لها اسمها دوت لوج في قلب سلاش فار لوج سامبا. هنجربه دلوقتي. والماكس لوج فايل ده 50 كيلو عندك، ده ماكسيمم فايل سايز. بعد كده اعمل له روتيت، هيضغطه وحطه جنبه، ماشي. مشكله كده لحد دلوقتي زي الفل. طيب السكيورتي عندك يا اما تكون يا اما قايمه على اليوزر، يا اما قايمه على شير، يا اما قايمه على الدومين. انت اللي موجود عندك لحد دلوقتي السكيورتي قايمه على اليوزر خلاص.
ماشي. المره ما عندناش الميني ولا الشيرلي ايه؟ على الشير دي اصلا ديبريكيتد يعني خلاص انتهت ما عادش موجوده. اه يعني متاح حاليا. ايوه لو عندهم يبقى انت اعتمد على الدومين كنترولر او اكتيف ديبتي من الاخر يعني خلاص. والداتا الباسورد داتا بيس باك اند اللي هو تي دي بي سام 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 فايل اي معنى. لو انت عندك دومين كنترولر بقى ده طبعا ده مش موضوعنا خالص. المفروض يكون عندك اكتيف دايركتري سيرفر. طب ممكن اصلا كنترول كوت الصامبه دي باكتيف دايركتري سيرفر بتاعه خلاص استفاد عليه ايه؟ ان هتخلي اليوزر يوثنتيكيت من ال داب من الاكتف دايركتوري ويبقى اليوزر كانه موجود عندك على الجهاز ده. يعني اليوزر هياخد اوثنتيكيت من ال داب تبقى حضرتك انتجريت مع ال داب فانت بتشوف اليوزرز اللي في ال داب كانهم يوزرز على السيستم عندك. وصلت؟ بس طبعا مش موضوع كورس خالص انا مش كورس ويندوز يعني او لو جه وقت ممكن ابقى اقول لكم عليها. ماشي. الحاجه دي هتقول لك السكيورتي هتساوي الدومين والريليم بتاعك. انت احد فيكم درس ويندوز سيرفر تقريبا انت درسه يا محمد عارف انت ريليم؟ ريليم اللي هي الشبكه او النتورك اللي انت فيه. اه بتقول له اسم الدومين بتاعك او ايوه وباسورد السيرفر تحط الباسورد بتاعتك. تعالى بقى هنا كده بص بقى يا سيدي البراوزر كنترول اوبشن. بص بقى هو الشير ده بيتعرف ازاي على الشبكه يعني ازاي لما كنت بقى نتورك بليس في ويندوز ازاي بتلاقي فيه الاجهزه ظاهره عندك كده في الجهاز عندك يعني مش فاهم بروكاست بقى. بص الاجهزه عندك اول ما الجهاز بتاعك يجي يقوم او الاجهزه كلها تقوم مع بعض في نفس الوقت يحصل زي الكشن او انتخابات. الانتخابات دي ايه اللي بيحصل فيها؟ الاجهزه كلها بتكلم بعض يحاولوا يتفقوا مين اللي يبقى مسؤول عن الشبكه دي ويعرف اي كلاين ثاني يخش ان في شير الجهاز الفلاني مشارك كذا والفلاني مشارك كذا والفلاني مشارك كذا في الالكشنز دي. طب بيختاروا مين؟ بيختاروا اقوى جهاز فيهم في الامكانيات لو كلهم عليهم نفس الاوبريتنج سيستم. طبعا لو عليهم اوبريتنج سيستم مختلفه السيرفر هو اللي يكسب. يعني لو واحد عليه كلهم اكس بي في واحد ويندوز سيرفر ويندوز سيرفر اللي يكسب. ويبقى هو مين المسؤول عن الشير ده؟ اي حد هيجي يسال عن الشير هو اللي هيقول ان الماشين الفلانيه مشاره كذا والماشين الفلانيه مشاره كذا. حتى لو ده بيبقى اسمه لوكال ماستر براوزر. حتى لو مش دومين. حتى لو مش دومين. لو جروب حد. خلاص؟ طب هو انا ممكن اخلي السامبا لوكال ماستر براوزر؟ ايوه طبعا. طب ممكن كلهم يشتغلوا مع بعض؟ الويندوز اصلا لوكال ماستر بيدي بقى على حسب اهميه الوصل ده وانه يبقى لوكال ماستر براوزر رقم. الرقم ده بيحدد هو هيبقى لوكال ماستر براوزر ولا لا. خلاص؟ طب جميل. اللي هو الاو اس ليفل بقى. ويندوز كلها واخده او اس ليفل 32 تقريبا على ما افتكر يعني. اكس بي كله مش السيرفر. اكس بي. كل ما يعلى معناه انت هتبقى فرصتك ان انت تمسك تبقى انت الماستر براوزر اعلى. يعني انت لو جيت هنا بس خلي بالك اعلى حاجه فيها 99 تقريبا يعني ما افتكر يعني مش فاكر. اعلى حاجه عندك 99. فكده ما احفظوش طبعا دوكيومنتيشن هو احسن حاجه عندك دوكيومنتيشن. اسهل حاجه عندي دوكيومنتيشن وشغال. واقول له ده لوكال ماستر دايس. طب لو عايزه يبقى لوكال ماستر عافيه بريفير لو كان في قبله ماستر قبله يعني في لو كنا داخل الشبكه في واحد قبله كنا له كده لوك بريفيرد ماستر. قلت له يس انا اول ما الماشين دي السامبا دي تقاب على الماشين على طول هيبقى لوكال ماستر براوزر وش مش حد هيمنعه يعني. طب او اس تي بتعمل ايه؟ بتدي له يعني ده فرصته ان هو يبقى لوكال ماستر براوزر اعلى بريد بتاعته اعلى مش برياتي يعني اولويه بتاعته مش خلاص. الويندوز سيرفر مش علينا فايل سيستمز. تعالى بقى احنا نعمل شير. هو مديك امثله بس للشيرز. تعالى احنا نعمل شير عندنا كده. تعالى يا سيدي الاول كده بنعمل اي حاجه هقول له ال ال سلاش انا عايز اعمل دايركتوري اسميها ده مثلا في داتا. في داتا موجوده وفيها امتي فايل اهو فيها كلمه مش فاكر دي كلها ام ريد ال بي ام ام الادمنستريشن. تعالى بقى كده ايه نفتح الملف ده ونحاول شير اي حاجه. هاجي تحت كده وهقول له ده ماي شير تمام وهقول له ده الكومنت بتاعه كومنت صح كومنت اي كومنت عندك مثلا ماي لوكال شير خلاص. طب مكان الحاجه دي فين؟ الباث بتاعها
فاد سلاش داتا مش كده؟ طيب هل هي بابليك ولا لا؟ لو قلت له بابليك كده اي حد في الدنيا هيشوفها، لو قلت له كده يس اي حد في الدنيا هيشوفها. خلاص؟ ده اللي انا عايزه تخلفنا دلوقتي. لو عايز اخلي الناس كلها يريد ورايت فيها، لو قلت له رايتبل، لو قلت له بيس مع الناس كلها هيعملوا ايه؟ هيقدروا يعملوا ريد ورايت فيها. ماشي؟ خلاص؟ طب مين يبقى بابليك للناس كلها سواء خد يوزر نيم باسورد او لا؟ رايتبل معناه كل يعملوا ريد ورايت. طب لو انت كده حاولت تعمل براوز، حاولت تعمل براوز، لو انت سبتها كده لوحدها ما يعرفش. طب هي اصلا برينتر ولا لا؟ انت ممكن تشير يا اما فايل عادي او دايركتور عاديه يا اما برينتر. فانت المفروض تقول له برينتابل وتقول له لا دي مش برينتر نو. خلاص لسه ناقص لك حاجه كمان، كنت اقول له براوزابل. ممكن حد يعمل لها براوز؟ المفروض اقول له يس. خلصت انا كده سكيب نقطتين رايت وكويت. هنقول له ايه رايت ليست دي؟ هقول لك دلوقتي ثواني. سيرفيس اس ام بي ريستارت. تمام؟ روح كده لحضرتك على اي جهاز وليكن مثلا تعالى كده انا عندي من على ويندوز. لو جيت اقول له هنا كده 192 168 0 200 يا رب يرد. ليه؟ بس ليه؟ فتح عندنا ورقة كلها هي مصطفى عمرو شير اهو. لا من الحمد لله انت عارف. طب انت عارف مصطفى شير وسخن؟ انت عارف شير اصلا؟ هو اصلا شير الهوم دايركتوري بتاع اليوزرز لوحده اوتوماتيك اهو. انت عارف بص كده بص فوق كده الهوم دايركتوريز. ايه ده؟ ده باي بول؟ ايوه. خلاص ازاي؟ هو كتب البراوزر بالنوع اهو يا اخي. انا مش عامل مش عارف اعمل براوز كده دلوقتي. ايه روح تعالى اهو. ولا حاجه تدخل عليه. في وشك. ايوه. هو انت ما ينفعش تدخل على الفولدر على طول موجود ده؟ ايه؟ ما ينفعش تدخل على الفولدر على طول يكون موجود زمان المكان زمان. لا ادخل عليه. غير هو بس اللي جاب فيه مو رحمه يموت. حاول تفتح اكس بي بقى او السيرفر اي حاجه عشان براوز من عليه. انا خلاص هو عمل براوز شغال زي الفل. افتحت كده ماي الملف جواه هو الام تي فايل اهو شير ده شغال. حلو الكلام. عايز تعمل اي حاجه؟ اه يا مان انا قلت اوف 4 انت ريسيف اتعمل له سيف والحاجه اتكتبت جواه. تمام. لو انا رجع لها كده قلت له ال ال داش داتا ام تي فايل كات الجهاز طبعا خلاص يعني بيعيط مني كل كلمات السيرفيس اللي عليه دي. فتح اهو كمان اندكس دوت اتش تي ام ال واندكس دوت اتش بي ودوت اتش تي اكس. دي حاجه واقعه مدلعك يعني. طبعا انت لازم تعمل سيبه للحاجات دي. هاي ايفريبادي هو يا مان. خلاص اللي هو الهومز دي تشيلها. تعمل لها كومنت او تشيلها هي مش تفرق معاك. خلاص. طيب لو انت عايز بقى تخليه مش رايتبل ليه بس؟ يعني انت يبقى يريد بس. ممكن تقول له رايتبل نو سكيب نوت رايت وكويت. تعال بقى بص حضرتك كده
الجهاز بيعيط منه. يلا يا باشا تفتح عمود تقفل الجهاز دي. عمال يدفع ويندوز 2003. طب ما ايه يعني؟ ملوش باسورد. طب ما تشوفه يا عم يعني. خش على اكس بي يا عم على اي جهاز تاني. طيب روح حضرتك كده ما يشير اهو. جيت فتحت الملف تاني. لو انا جيت حاول المره دي بقى اكتب اي حاجه كده باي تاني وجيت اقول له اس قال لي انت حاول تعمله سيف. قال لي اكس ديناي ما رضاش. طب انا عايز دلوقتي اخلي يوزرز معينين يفتحوا الشير ده ويوزر تانيين يجوا يفتحوه ما يرضاش. تف عليهم ازاي؟ ايوه تعالى بقى كده افتح الملف ده وهقول له رايت ليست. مين رايت ليست؟ حط لي يوزر اسمه مصطفى. خلاص كاتب لك البابليك عادي بس مصطفى لو عملت لوجن لمصطفى هو اللي ايه؟ واقول له بعد كده اس ام بي اس ام بي باسورد. خلاص مين؟ ده يوزر كده مصطفى. حتى ولا لازم يكون يوزر على السيستم؟ لازم يكون على السيستم. خلاص تعالى بقى كده اس ام بي باسورد مصطفى. تعالى كده نروح للجي او اي بقى نحاول نلوجن كمصطفى. لما انا فتح اهو الحمد لله. بص عندك اصلا نتورك فيها لكس مارك كل الحاجات اللي متشاره هنا اهي. في مصطفى سي وفي نيوكس فايل سيرفر اهو. في ماي شير اهو. في حاجه كمان نسينا نعملها. نعرف في الملف ده لما قلت له بلك تقول له يس صح؟ المره دي بقى انا هقول له نو. مش اي حد بقى يكسب في الدايركتوري ده كله. حاول نجيب ويندوز مبين 92 ده لسه عمل لوجن بالشكل القديم. امبايل هون يا نهار ابيض على البوت مش ممكن. انا شفت الحاجات دي فكره البابليك يساوي نو. بابليك يساوي نو عشان يعني خلي مش تخليه بابليك بقى كده مش بابليك يعني انت قصدك اسمعت عشان يخش الدليل اللي جواه خلاص بقى لازم يعني يخش اليوزر عشان تحطه بالورد ليست لازم تحط يساوي نو. لا لا عادي انت ممكن تحط ليست بس شايف انت ما بقاش بابليك تايم اوت ما قدرش اصلا يشوفه. حلو احنا بقى كده ما بيطلبش منك يوزر وباسورد؟ طبعا دلوقتي يوزر وباسورد بس طبعا الجهاز ربنا يديله الصحه يعني. طبعا نوقف شويه حاجات كده ملوش لازمه. سيرفس اتش تي بي دي ستوب سيرفس ماي سيكول دي ستوب. ده مشكله كميه سيرفس على الجهاز دي سيرفس ايه تاني؟ نيم دي ستوب.
خلاص كم 92 68 راضي اصلا ما قدرش يخش عليه. هو ما يخش على ويندوز ليه؟ المفروض يطلب يا عم عادي. ازاي فتح؟ عادي كان الملف نفسه مش هيفتح كده. عادي جدا. هو اصلا شكله مكان. طب روح انت كده الاول قبل ما انا حاجه. بص بقى عندك كده لو انا كده اي حاجه. شوف كنترول اس. مش هو اصلا يسيب حاجه. ايه ده؟ عمل سيف عادي. تعال نشوف كده. لو انت عايزه يختفي نو انما بابليك ده هيظهر بس مش حد يعرف يعمل له. ماشي كده شايف ايه اللي حصل؟ شير اختفى عندك اهو لان كده مش عامل لوجن ولا اي حاجه. مفيش عامل لوجن بقى من ويندوز ولا ملوش لوجن. ثواني بص طبعا حضرتك كده هتقول له ايه؟ مصطفى مصطفى ده من زمان كده الفايل ده. مش ممكن مثلا هنا مصطفى قال زي ما كنا بنعمل زمان. زي ما كنا بنعمل في الايه؟ انت ممكن نكتب هنا مصطفى قال. لا لا هتقول باسورد على 100% كده اليوزر على 100% الباسورد. نوريك دلوقتي حاجه. خليها براوزبل. يس. تشتري بقى يا عم. ظهر اهو. صح هو عمل لي رايتابل وخلاني اكتب. ليه؟ لان الهوست ده كنت عامل لوجن اصلا من الهوست ده على الشير بيوزر اسمه مصطفى الصبح. ايوه طب مين يوزر مين باسورد الصبح؟ بس فهو لسه عامل اوثنتيكيشن مني من الصبح لان انا ما عملتش ريستارت خالص للجهاز ده ولا الجهاز ده. طب جرب كده اعمل يوزر جديد بدل مصطفى اكتب. غير حاضر مفيش مشاكل. مشيره هون اللي حصل. مش قادر لان انا كنت عملت لوجن مصطفى. تعالى كده مع ان على ويندوز بيقدر يعمل لان انا بس كنت عامل كنت لوجن بس الصبح من عليه من فايل سيرفر ده. طيب تعالى كده نحط اي يوزر تاني. ادت في ام وير تولز دي هتعمل لها ابديت. طيب تعالى كده افتح الملف قلت له رايت ليست. تعالى كده كيو يوزر اد مص خلاص. اقول له اس ام بي
باسورد فيلتي موديفاي باسورد انتري في يوزر موس ليه؟ طب دخل باسورد كام مرة؟ ثلاثة؟ هقول يوزر ليست من اس ام بي باسورد انا هكبره ان هو يقاد يعني مش غبي للدرجه دي اس ام بي باسورد داش ايه يوزر ريسموس يا ابني تي اشتغل اهو ما هو داش ايه صريحه يعني ما كانش في اصلا يوزر ريسموس ما كانش في يوزر اصلا ما فيش اصلا باسورد ده كده عادي يعني ما دام اليوزر مش موجود قبل كده ماشي ما علينا تمام طبعا كده لأي مكان حاول تعمل اوثنتيكيشن ده نايت روح انت بقى على اي ماشين كده هو لسه عامل اوثنتيكيشن مصطفى حاجه اوثنتيكيشن ده يروح او عامل ستارت يعني مش هتقطع عامل ستارت روح انت عندك كده حاول تاكس كريم 2970200 بسرعه عندك كده قلب نيدلس نيدلس انت كده ماشير ماشي يبقى كده وقف اهو ده اول حاجه كل واحد على الجهاز كده بسرعه يلا تعالى كده حضرتك افتح مثلا سلاش اي سي سم اس ام بي دي كونف خلاص وريت لسه اتاكد ان هي اليوزر اللي انت عايزه كنت حط اكتر من يوزر يوزر مسافه جنب يوزر مسافه جنب يوزر تاني واقول له اس ام دي باسورد داش ايه لا علي ده هقول باسورد اهي خلاص تمام كده بعد كده هروح على الشير واقول له اس ام دي علي ات 192.168.0.0 هيطلب مني الباسورد عمل سيف اهو شغال الفل خلاص كتبت اي حاجه انا عايزها اهو
اي كلام وعملت سيف اتعمل له سيف. حلو الكلام ده. يبقى انا كده عدت يوزرز خلاص. ممكن واحد يبقى يعمل اي حد ممكن يعمل ايه بس مش اي حد ممكن يعمل رايت. ممكن اخليه مخفي او موجود وخفيناه من شويه كان ما كانش موجود خالص. حلو الكلام. طيب من كنا على الكوماند انا ممكن اشوف الحاجه اللي السيرفر مشيرها تمام. اقول له اس ام بي كلاينت داش الكابيتال لمين 192.168.0.200 هيطلب مني الباسورد. ممكن اقول له مام. ممكن اقول له داش يو هو مين علي 100% الباسورد دي تعمل باسورد بتاعته مصطفى وريني شير اهو الحاجات اللي معمول لها شير خلاص. هو لازم ماشي كده عندك عشان غير الاوبشن. شفت انت شايف ايه عشان غير الاوبشن لما تبقى ممكن. طب هجربها كده ثانيه واحده. اهو كنت اقول له داش يو وبعد كده اطلب منك الباسورد اديني الباسورد وقال لك ماي شير ده التايب بتاعه ديسك ومعمول ايه ماي لوكال شير اهو السطر ده اهو الباسورد لو حطيناه على طول اسمه خلاص. وعلي اهو كم ده علي بيرسنتج مصطفى. في عندك كمان اس ام بي 3 شويه بيلدز بقى عيش حياتك فيهم بقى. سوري عرض لك كل الحاجات اللي متشارع على الشبكه خلاص. ده في مصطفى بي سي شهر كذا و... اي بي سي فين فين اي بي سي. اي بي سي دي الحاجه معمول لها ايه بتاع الحاجه اللي فوق مش الحاجه اللي معمول لها شير في قلبه ايه. ماشي بص كده الحاجات اللي عندك الدرايف اللي عندك هتلاقي اسمائها جنبها ساين اتش وجنبه دولار ساين وسي وجنبه دولار ساين ده تبع ويندوز. هو ده مصطفى مصطفى بي سي اللي هو اللاب بتاعي ولينوكس فايل سيرفر اللي الفيرجن ماشين اللي انا شغال عليه فبي اس ام بي 3 بيجيب لك كل حاجه على الشبكه. لو انت على السيرفر معاك بتقول 192.168.0.200 جاب لك برده كله من اس ام بي 3. طبعا الكلام ده مش بقعد احفظه يعني داش بي بي كوري نتورك نودز وكده الاوثنتيكيشن بتاعك ممكن تقول اليوزر كمان والباسورد. معلش بس في حاجه فاضله ايه عايزين نعمل بقى ماونت اه عايز تعمل ماونت على طول سلاش اتش سي اف تاب خلاص تيجي هنا ايه ماونت خلاص الكوماند واحنا عارفينها الجمله ماشي اللي قال كده سلاش ميديا فيها حاجات ام اي تي. طيب فيها حاجات برضو يا سلام ام كي داير سميها دير واحد خلاص. كنا اقول له ماونت داش تي التايب بتاعه التايب بتاعه اسمه سي اي اف اس اللي هو كومن انترنت فايل سيستم خلاص. من مين 192.168.0.كام انا دلوقتي عامل ماونت الشير بتاع ويندوز ولا ايه؟ ايوه الشير بتاع ويندوز او لينكس اي حاجه يعني دلوقتي لينكس عادي. عايز تعمل شير لينكس عايز تعمل شير لويندوز براحتك يعجبك يعني. ممكن اقول له هنا بكل بساطه التايب بتاعه كمان تريد فايل سيستم وهدي له اوبشن داش او اليوزر علي والباسورد اللي انا كنت مديها له مصطفى. هماونت لمين 192.168.0.200 سلاش شير. هعمل لها ماونت فين عندي سلاش انا كنت عامل دايركت اسمها ايه داير 1 نو ساتش ديفايس اور ادرس لا لا مش الدرجه دي يا عم
ال ايه؟ هو شير ولا شير؟ شير ولا ما يشير؟ ما يشير؟ متأكدين؟ تعمل له هنا ال ال سلاش داير 1. انا جننت يعني انت اول مرة اعملها ولا ايه؟ الاسم بس هو اللي عامل عندنا كونفليكت. ماشي كده؟ تمام؟ نوقف الفيديو. نوقف الفيديو.